يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يعتذرون عن القبوريين إذا قلنا لهم أليسوا يقرؤون القرآن ويعرفون العربية؟ قالوا بلى، ولكنهم لا يعرفون أن ما يفعلونه من الشرك، ويستدلون بحديث ذات أنواط، ويقولون إذا جهل أصحاب ذات أنواط. يا أخي ما فعلوا هذا، ما فعل، طلبوا من الرسول أن يجعل لهم ولم يفعلوا هم. فلما عرفهم الرسول أن هذا مثل قول بني إسرائيل تركوه. الإنسان إذا سأل عن الشيء وبين له تركه ما عليه، لكن إذا استمر عليه ولم يسأل، قلد الكفار ولم يسأل، هذا هو الذي لا يعذر. نعم. الصحابة رضي الله عنهم ما أقدموا على هذا، حتى سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن جهل، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال إنكم قوم تجهلون، لأنهم حدث عهد بالإسلام. الراوي لهذا يقول كنا حديث عهد بالإسلام. نعم.